سجلت العملة الوطنية انهيارات جديدة أمام العملات الأجنبية لأول مرة منذ تشكيل المجلس الرئاسي وإعادة هيكلة إدارة البنك المركزي اليمني في عدن. وقال مصرفيون اليمن شباب إن سعر الدولار الأمريكي سجل اليوم السبت 1395 ريالا للشراء و1410 ريالات للبيع، وارتفع سعر الريال السعودي إلى 370 ريالا للشراء و375 ريالا للبيع أمام العملة الوطنية وسط صعود جماعي لسلة العملات الأجنبية. يأتي هذا في ظل غموض يكتنف مسار الإصلاحات الاقتصادية للحكومة إلى جانب تراجع الموارد الحكومية وتعطيل صادرات النفط الخام. حول هذا الموضوع ينضم إلينا الصحفي الاقتصادي وفيق صالح. وفيق، أهلا وسهلا بك. إذن تدهور جديد للعملة الوطنية، وفيما يبدو أن الحكومة وصلت إلى مرحلة العجز أمام ما يحدث، ما هي الحلول المتاحة برأيك؟ أهلا وسهلا بكم. طبعا أنا أعتقد أن ما يحدث الآن من تراجع مستمر لقيمة العملة الوطنية أمام مثلث العملات الأجنبية يأتي في ظل تحديات ومشكلات كبيرة تعانيها الحكومة في الجانب المالي والاقتصادي. عملية الإصلاحات الاقتصادية للحكومة تبدو يكتنفها الكثير من الغموض في ظل توقف الموارد وتوقف صادرات النفط والغاز، إضافة إلى تراجع حجم الموارد المحلية وعدم وجود إصلاحات حقيقية في هيكلة أو بنية الاقتصاد الوطني والمؤسسات المالية والحكومية. أضف إلى ذلك غياب الدعم الخارجي للبنك المركزي من النقد الأجنبي في الوقت الراهن، يبدو أنه غير على الأقل أو غير موجود، وبالتالي هذا السبب تدفع قيمة الأرجح. عم هناك تقطع في الصوت وفيق، إذا أتاح لك أن تكون في مرحلة في مكان يعني يكون فيه تغطية جيدة للصوت. نعم. نعم، يمكننا أن نسمعك الآن. نعم. مثل ما أسلفت معك أن هناك غياب للدعم الخارجي للحكومة والبنك المركزي، هناك تعطيل للصادرات النفطية والغازية. مقابل ذلك هناك ضغط كبير على النقد الأجنبي والمضاربة بالعملة في السوق المحلية، وهناك تزايد في حالة الإيراد، وبالتالي هذا يشكل أو يفاقم عملية الضغط على المالية العامة للدولة في ظل الشحة شديدة من العملات الصعبة، وبالتالي هذا يتسبب بتدهور قيمة الريال وارتفاع العملات الأجنبية، مع ما تحدثه عملية الانقسام النقدي من اختلالات كبيرة في الاقتصاد الوطني وفي قيمة الريال اليمني، لأنها تعمل على ترحيل كافة عملية الضغط والطلب إلى مناطق الحكومة الشرعية، وبالتالي تتركز عملية الطلب وشراء العملة الصعبة من مناطق الحكومة الشرعية، وفي ظل عدم وجود كميات كافية لتمويل كافة استيراد السلع أو تغطية احتياجات السوق المحلية. هناك الكثير يعني من الكلام حول موضوع الموارد في هذه الفترة، كيف يمكن أن تتغلب الحكومة الآن على نقص الموارد في مواجهة التحديات المالية؟ صحيح، عملية تعطيل الموارد خصوصا صادرات النفط والغاز ما يقارب من عام كامل، هذه أثرت بشكل كبير جدا لأنها كانت تشكل المورد الوحيد للنفط الأجنبي للخزينة العامة للدولة خلال الوقت الراهن على الأقل. الحكومة يمكن أن تلجأ إلى عملية تعويض أو إلى البحث عن خيارات بديلة، في البحث عن دعم دولي من قبل المانحين الدوليين أو من قبل التحالف العربي، لأن الوضع الراهن أعتقد صعب جدا للحكومة، هناك تزايد للضغوطات ومع تفاقم العجز في الميزان التجاري للدولة، لأن الحكومة توسعت في الواردات وهناك نقص في الصادرات، وبالتالي هذا يشكل ضغط، لابد ان يكون هناك على الاقل عمليه استغلال للموارد اليمنيه والبحث عن خيارات اخرى، البحث عن خيارات الدعم الدولي، دعم دولي مباشر للبنك المركزي من اجل تغطيه الاحتياجات اللازمه للاستيراد في السوق المحليه، وايضا عمليه الاستئناف الصادرات
أعتقد أنه من الضرورة بمكان عملية إعادة استئناف تصدير النفط الخام والغاز، لأن حتى إذا كان هناك دعم خارجي لا يكفي في ظل عدم وجود استدامة مستمرة للنقد الأجنبي للحكومة. نعم، الصحفي الاقتصادي وفيق صالح كنت معنا، شكرا جزيلا لك.